تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. وش راكم؟ اليوم راكم في حصة مع عمو يزيد. كلمناكم باش تحضروا معنا وانتم تاني يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا. إلا حبيتوا تجوا تفرحوا معنا كيما هاد الأطفال هادو ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك برك يا أطفال لما تشاركوا باش تحضروا لازم شوية على الصبر لأنه التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل إذن شوية على الصبر كما لاحظتوا راهم معنا زملاء بزي معين هاد الزي نحبوا بزاف هاد الزي علاش راهم معنا هاد الزملاء هادو بمناسبة أي مناسبة واسمك وليدي؟ بالعربي رضوان وين تسكن رضوان؟ في لاسيتي في مفتاح في مفتاح من أي فوج أنتوما؟ بنو باديس فوج بنو باديس علاش أنا هنا؟ نسبة لي؟ اليوم الكشاف اليوم العالمي للكشاف برافو شكون يقدر يقول لي شكون يأسس الكشافة عالميا؟ في العالم شكون مؤسس الكشافة؟ شكون اللي يعرفه؟ تعرفيه؟ واسمك بنتي؟ دعاء دعاء واسمه أسس الكشافة؟ بادن باوي بادن باول برافو 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 إذن لورد روبر بادن باول هو مؤسس الكشافة قبل ما نتعرفوا على هذه الشخصية عندي مفاجأة لكم راح نطرحها لكم لغز اليوم لغز اليوم يقول تحبوا الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول شيء مولود في النار وإذا عاد إليها ينهار وعيد اللغز شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار يا أخي صعب شوية معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال لم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية يا أطفال كما تكلمنا من قبيل على مؤسس الكشافة لورد روبر بادن باول واش رأيكم نروحوا نتعرفوا عليه مع يوسف يلا تفضل يوسف تفضل يوسف مساء الخير يا أطفال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم اليوم سأعرفكم بأحد مؤسسي الحركة الكشفية في العالم ألا وهو روبرت ستيفن سميث بادن باول ولد في 22 جانفي 1857 كما توفي والده وقت كان في الثالثة من عمره ولم يترك شيئا لعائلته تلقى دروسه الأولى من والدته ثم التحق بعد ذلك بمدرسة روزي بويلز ثم حصل على منحة لمدرسة شارتر هاوس التي كانت في لندن سرعان ما انتقل إلى مقاطعة سوري من إنجلترا إلى الريف أتته فرصة ليكون قريبا من أحضان الطبيعة التي أصبح لها تأثير عظيم في حياته وكان يحب المغامرات وروح الاستكشاف وأجرى اللورد بادن باول امتحان دخول الجيش بدون علم أهله نجح بتفوق فعين فورا برتبة ضابط وبرهن على أنه جندي لامع سرعان ما أحدث نجاحا كبيرا في مجاله العسكري
قام اللورد بادن باول باستخدام الأطفال كوسيلة مهمة للتواصل مع أفراد الجيش لكي لا تحدث أي جوسسة خلال الحرب. عند عودته إلى بريطانيا اندهش لأن الفتيان كانوا يقبلون على شراء كتابه وأطلقوا على أنفسهم اسم فتيان الكشاف، ولذلك شكلوا جماعات صغيرة لممارسة الكشفية. ونتيجة لذلك قرر بأن يعيد النظر إلى الكتيب ليجعله أكثر ملائمة للشباب. وفي صيف 1907 كان مستعدا لوضع أفكاره موضع التجربة. أقام مع مجموعة من مساعديه الكبار مخيما في جزيرة براونز دوريد. وفي عام 1920 أصبح في أول مهرجان كشفي دولي قائد كشافة العالم. توفي عام 1941 وكان عمره 83 سنة. برافو 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 برافو. شكرا يوسف. شكرا 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 يوسف. شكرا 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 يا أطفال. يوسف من فوج. فوج من فوج الكشاف لعبد الحميد بن باديس بمفتاح. برافو بمفتاح. كاين واحد الفوج، فوج مشعل الكشاف من برج الكيفان، اتصلوا بيا حبوا يديروا حبوا يجوا يتكلموا معنا. اذا حبيتكم تستضيفوهم معايا. تفضلي تفضلي بنتي، تفضلي تعالي تعالي اروحي بنتي. مش عندك زميل ولا زميلة ومعك هنا؟ نعم. واسمه؟ يوسف. يوسف تعال يا يوسف تعال تعال يوسف اقعد. شحال في عمرك يوسف؟ 7 سنين. حبيت تقعد صغير ولا حبيت تكبر؟ حبيت نكبر. حبيت تكبر بالخفة؟ عباكم دراري كي يكونوا صغار يحبوا يكبروا ومن بعد كي تكبروا تحبوا تقعدوا صغار بصح خلاص. واسمك بنتي؟ أنا الزهرة بروك سارة من فوج مشعل الكشاف بن زرقا دون برج الكيفان. الله يبارك الله يبارك. وين جبتي معك زهرة؟ نحن كفتيات الفوج قررنا بأن نهدو لك هذه الشهادات باش نكرموك على كل الأنشطة اللي شاركناها معك، وخاصة الأنشطة اللي شاركناها معك في رمضان. الله يبارك الله يبارك بنتي. وري لهم هذه الشهادات واش فيهم؟ وري لهم. وصلني نعاونك. فوالا واش هو؟ اسنان. نور لهم كاع يشوفوا معنا. فوالا تكريم. شكرا شكرا بنتي. شفتي اطفال شحال جميل. برافو برافو. والاخر واشن نحتفظ به؟ نعم. شكرا. نعطوه البوبي يخبيه هنا، خبيه هنا في المنزل. او جميل 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 جدا. جميل 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 جدا. هذه رسالة شكر، تقرايها لنا بنتي؟ يلا رسالة شكر. شكرا. قرايها لنا بنتي. الكشافة الإسلامية الجزائرية، محافظة الولائية لولاية الجزائر، فوج مشعل الكشاف، حي بن زرقا بالدوم، برج الكيفان. رسالة شكر. نحن أطفال فوج مشعل الكشاف بن زرقا الدوم برج الكيفان نتقدم باسم آيات شكر وتقدير إلى السيد عمو يزيد، ونطلق عليه اسم ملك القلوب الصغيرة، وذلك عرفنا منا على بذل مجهوداته لنشر السلم والسلام في وسط أطفال والمجتمع ونبذ كافة العنف والاستغلال. وفي الأخير نتمنى من كل قلوبنا مزيد من النجاحات والرقى. برافو 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 برافو. تصفيقة 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 على زهرة. برافو. إذن شكرا جزيلا لفوج مشعل الكشاف، يعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة هذه اللي عمو يزيد تلقاها بكل فرح وسرور وأطرت فيها جدا. هذا اللقب ملك قلوب الأطفال. أنتم تاني يا أطفال ملكتوا قلب عمو يزيد، يحبكم بزاف. إذن يعطيكم الصحة وتحياتي لكل زملائكم. يا أخي يلا التحقوا بالأماكن تاعكم. أنا نعطيها البوبي هذه يخبيها لي.
يا أطفال، على بالكم عمو يزيد اليوم اختاركم أغنية، أغنية ماشي بعيدة على الزي، يعني كاين أجهزة الأمن عندهم زي رسمي يا أخي. شكون جهاز الأمن اللي دائما هو في خدمة المواطن ودائما قريب من المواطن ودائما لما نحتاجوه نصيبوه عنده زي رسمي؟ شكون؟ شكون يقدر يقول لي؟ واسمك وليدي؟ يوسف. يوسف، نعرفوك يوسف. واش هو؟ حماية المدنية. حماية المدنية عندهم زي رسمي. شكون تاني؟ كاين جهاز آخر؟ كاين جهاز آخر؟ حماية المدنية. حماية المدنية قالوها. إذن هاد الأجهزة الأمنية موجودة، هي الشرطة نسيتو الدرك الوطني اللي نحييوهم، الجمارك كذلك. ولكن اليوم عمو يزيد دار لكم أغنية على الشرطي، تغنوا كامل معايا. أنا 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 شرطي المرور، كلي كلي بهجة وسرور. يلا تغنوا معايا. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. السير أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحفظ النظام، أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة، أحفظ النظام، أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي كلي بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ نعم. إذن لازم نسهلوا مهمة الشرطة وكاع أجهزة الأمن،
سواء الدرك الوطني ولا الجمارك ولا الحمايه المدنيه، لازم نسهلوا لهم المهمه تاعهم. يا اخي واش رايكم دركا نروحوا لالعاب الخفه؟ اذا راح نروحوا لالعاب الخفه، وانا رايح نجيب المنديل. اعطيني بوبين المنديل تاعي. هذا المنديل هداه لي مشعل الكشاف، رايح نلبسه باش نكون شباب كيما نتوما هكذا. إذن هذه هدية تاع مشعل الكشاف، وانا نعتز بها لان فيها الوان العلم الوطني. يا اخي إذن تصفيقه كامله لعم ابراهيم اللي جانا من مدينه تشلف. تفضل عم ابراهيم. السلام عليكم يا اطفال. وعليكم السلام. راكم ملاح؟ نعم. ايه جاكم الساحر، وهذه المره راح يقدم لكم خدعه غريبه نوعا ما. نشوفوا مع بعض، وقبل ما نبداو راح يجي مشترك يشارك معايا لهنايا. اروح اروح انت. ايه تفضلي. تفضلي هنايا مع الساحر. يلا واش اسمك؟ فريال. فريال اعطونا تصفيقه حاره على فريال. فريال هكذا راهي شابه. واش عندنا لهنا؟ عندنا بليون. عندكم هذا كما هو في الدار كاين عندكم؟ المهم ما فيه والو. فريال واش فيه لداخل؟ فيه والو. ممتاز، نبداو اللعبه. جاهزه فريال؟ يلا راكي شايفه هذه؟ ايه ديري كيما انا. بالله عليها قيسي انت فان. شكرا. نزيدو. اروحي فريال اروحي. مازال 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 ما عندكيش تجيب دسا فيه دراهم؟ لا لا ايه موش مشكله، عندنا هنا في ودنها تانيك هاي وحده، عندنا تان هنا. نزيدو شوفوا واش على يمنا. مرفها صديقتك. يلا نزيدو فريال. هاي الوحده راكي شايفتها؟ هاي هاني توشي. هاي الدور حكميها بيدك، غلقي عليها، قيسيها هنا. شكرا يا اطفال، شكرا على المشاركه فريال. شكرا 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 عمو ابراهيم. شكرا شكرا يا اطفال. عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ راح يحكي لكم حكاية الحكيم والملاعق الطويلة. يلا كمل معايا. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الحكيم والملاعق الطويلة. واحد النهار في قديم الزمان كان واحد الحكيم قاعد هكذا في الديوان تاعو، هو حاكم وحكيم، كان قاعد هكذا قال لهم دوك نوري لكم الناس اللي انانيين والناس اللي ماشي انانيين، الناس اللي كرماء. قالوا له كيفاش يا حكيم راح تعرف؟ قال لهم دوك انا نوري لكم، راح ندير قصه صغيره راح نشوفوا من خلالها شكون اللي اناني وشكون اللي كريم. قالوا له ماذا بينا نشوفوا. قال لهم دوك تشوفوا. في اول يوم عرض الناس اللي هو كان يعرفهم اللي انانيين، دعاهم المأدوبة عشاء، قال لهم اني عرضكم غدوة العشاء. جاو كامل العشاء، واش يدير هو؟ دار لهم حساء، ان سوب، ولكن اعطاهم معالق طويلة، ولكن اعطاهم ملاعق طويلة فيها اكثر من متر. واش يديروا هما؟ كي قعدوا في الطاولة هكذا جابوا لهم الحساء والملاعق طويلة، يحاولوا باش ياكلوا هكذا ما يقدروش، دونك طيح لهم هكذا الحساء يطيح لهم لاسوب هكذا، ما قدروش ياكلوا كامل، يحاولوا كامل هذيك الطاولة تاع الأنانيين كامل ما قدروش ياكلوا.
وانتهت المأدوبة ولا واحد كلا راحوا جيعانين كامل ما قدروش ياكلوا. ومن بعد هذاك الحكيم قال لهم غدوة نوري لكم الناس الكرماء. ادعى ناس آخرين لمأدوبة عشاء قال لهم أني عرضكم غدوة العشاء. جاو كما كان الحال دالهم حساء داني وعطاهم ملاعق طوال كيف كما هادوك. واش داروا هاد الناس الكرماء؟ في مكان ما يحاول أنه يوكل نفسه وما يقدرش كل واحد ووكل صاحبه، كل واحد ووكل صاحبه اللي كان مقابل صاحبه وكلوا واللي مقابلوا وكلوا وكلوا بعضهم بعض وكامل شبعوا وراحوا شبعانين لأنهم وكلوا بعضهم بعض. عمو يا زيد نستخلصوا من الحكاية أنه حب لأخيك ما تحبه لنفسك. بالضبط برافو بوبي برافو بوبي جابنا حكمة جميلة. هاد الحكمة أننا في هاد الدنيا ما لازمش نكونوا أنانيين، لازم نكونوا كرماء، لازم تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الأناني ما يكون لهو لا صاحبه، في الاثنين راحوا جيعانين، ولكن الإنسان الكريم والإنسان السخي لما يعطي لصديقه ولا يوكل صاحبه هو تاني راح يشبع. يا أخي لازم نكونوا كرماء يا أطفال. يلا معك. إذن كما قلت لكم يا أطفال لازم ما نكونوش أنانيين، لازم نكونوا سخاء، لازم نكونوا كرماء. يا أخي الكرم يا أطفال. واش رأيكم شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي روحي تعالي أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني فريال؟ باب الواد. احكي لنا النكته تاعك. واحد الفيل حب يتزوج بنمله، رفض النمله هنا وحط باباها منه ويماها منه، ومن بعد قال لهم اذا تقبلوا تزوجوني بنتكم، قالوا له اه، دالهم واه. كيف قبل اللي قتلهم في زوج دار قتلت باباها ويماها، ومن بعد قتل كاع العائله. برافو. شكون اللي عنده نكته جميله؟ شكون؟ تعالي بنتي أرواحي أقعدي بنتي. واسمك؟ آية. وين تسكني آية؟ في قليعة خيار الناس. أحكي لنا نكتة تاعك بنتي. لمعلمتي أهدي حبي كما حبتها تملأ قلبي، أمي ومعلمتي، أمي ومعلمتي. برافو. سني أمي ومعلمتي وأبي وين راه؟ تاني تحبيه؟ ما كاش في الأغنية ولكن تحبيه؟ هاي برافو ما نسوش الأب تاني. يا أخي شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أرواحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ نوها. واسمك؟ نوها. وين تسكني نوها؟ في الحراش. خيار الناس. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كانت ليلى كانت تمشي كانت راح تشري الخبز، ماذا لقاها الثعلب حب ياكلها. ايه حتى عطاها دراهم شافها اخوها. ايه قال حطيني دراهم. حتى راح شرى الحلوى وكلش وقالها قالت له اعطيني قالها لا انا. وانتهت الحكايه. برافو. تعالي بنتي تعالي روحي. واسمك بنتي؟ مايا. وين تسكني مايا؟ في مفتاح. خير الناس. احكي لنا النكته تاعك. واحد الخطرة واحد العجوزة كانت رايحة للبلدية، من بعد كي وصلت البلدية قالها اللي يعمل في البلدية قالها يما شيني لهنايا، راحت دارت له هاك. قال هاي ما هناك رايحة، قالت له نعود نولي عود ولات. برافو. تعالي بنتي. أرواحي بنتي. واسمك؟ ولد مخلوفي بشرة. بشرة. وين تسكني بشرة؟ في مفتاح. ثم جيتوا مع جمعية كف اليتيم لمفتاح؟ ها؟ وفوج بنو باديس؟ بالضبط. إذا نسلموا عليهم كامل جمعية كف اليتيم لمفتاح وفوج بنو باديس كذلك تسلموا عليهم كامل بلا ما نساو فوج مشعل الكشاف تاع برج البحر. يا اخي
حكينا لنا تاعك بنتي. قال لك واحد النهار واحد زوج بنات كانوا رايحين يشرو بلا بيت بلا، كي راحوا طاحت لهم هذيك الطفلة، قاعدة تكسر مع هذيك الطفلة، طاحت لها حبة بيض. قلت لها واحدة الطفلة اللي كانت موراهم، قلت لها شتي الحبة تاع البيض تاعك؟ قلت لها لا لا ما عنديش. وبعدك قلت لها قالت راحت بيعت لي ما، قلت لها طاطا طاطا شوفي بدك طيحت حبة بيض ما فاقتش. قلت لها هكاك، قلت لها بلي معليش ثاني. برافو 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 يا اطفال، لحقنا دركا، فكرتوا في الجواب عن اللغز؟ اذا دركا لحقنا الجواب عن اللغز. اللغز اللي كان يقول شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار، شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار. شكون اللي عنده الجواب؟ تعال أسنى نجي لعندك. هلا شكرا. واسمك وليدي؟ يوسف. يوسف واش هو الجواب؟ الزجاج. الزجاج. شو كان عنده جواب آخر؟ الحطب. الحطب. إنسان. وش الإنسان؟ لا لا. الشيطان. الشيطان لا لا. الزجاج. الزجاج. برافو برافو برافو. تعال، إذا الجواب هو الزجاج. يا أطفال، الزجاج مصنوع في النار، ولكن لما نعود نرجعه للنار يعود يدوب. يا أخي فهمتوا اللغز؟ إذن الجواب هو الزجاج، دونك لو فيغ. فوالا. إذن يوسف عمو يزيد يهديك هدية. تحب تشرب الحليب؟ قل لي قل لي، تحب تشرب الحليب؟ إيه. إذن كوب عمو يزيد، وكذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدوك. تفضل وليدي. إذن يا أطفال الجواب كان الزجاج. برافو برافو يوسف، برافو. إذن والآن عندنا عيد ميلاد حميد. حميد تعال التحق بيا، إحنا رايحين نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع حميد وإحنا نغنوا له. يلا التحقوا بيا، تعال حميد، تعال وليدي أرواح. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة، وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل،
برافو برافو برافو. اذا عمو يزيد يشعل الشمعه ونديروا درك الحساب التنازلي. العدد التنازلي 8 6 6 5 4 3 2 1. طفي الشمعه طفي طفي طفي. برافو. تصفيقه تصفيقه تصفيقه. اذا عمو يزيد يهدي لك شهاده مشاركه في انجاح حصه مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا اطفال كامل كي تخرجوا منا عندكم شهاده لكل واحد يحتفظ بها كذكرى. تفضل حميد تفضل. وكذلك كذلك بما انك جمعت خمس قسيمات من علب حليب رامي وفزت باش تحضر معنا باش نحتفلوا بعيد ميلادك، رامي ممول الحصه وراعي الحصه يهديك هذه الهديه تتمثل في طابلات كيدز. طابلات كيدز ان شاء الله تستفاد بها. هلا وليدي تفضل تفضل وليدي. اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نهار الثلاثاء على الخمسة تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.